اهلا وسهلا بكم متتبعين ومشاهدين اخبار اليوم 24. تعاقد فريق الوداد الرياضي مع اللاعب هشام بوسفيان لمده موسمين في صفقه انتقال حر. ومن مصادر وثيقه الاطلاع ان الوداد حسم صفقه التعاقد مع سفيان لموسمين قابله للتجديد قادما من مالاغا الاسباني. ويعد اللاعب خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، ويبلغ سنه 24 عاما، وخاض مع فريقه 43 مقابلة في دور الدرجة الثانية الإسباني.